صباح الخير يا عزام. طبعا في التحليل الفني الصباحي لشركة وينز بروكر، قدموا لكم كريم مجدي يوم 1 مارس 2023، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن مؤشر داو جونز. تداعيات سلبية لمؤشر داو جونز وانخفاضات طبعا كبيرة للأسهم الأمريكية وإغلاق الشهر بالكامل على انخفاض، ده راجع أكيد في المقام الأول لتوقعات بمزيد من رفع الفايدة الأمريكية خلال طبعا الفترة القادمة، وأيضا ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية مما بيعزز الطلب على الدولار وانخفاض طبعا الطلب على الأدوات المالية ذات المخاطر العالية والأسهم. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولتاريخ ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معانا على الشارت، الأداء السلبي على مستوى أغلب المؤشرات، أداء سلبي على الإي إم إي، تقاطع متوسطات سعر الأسفل، ثبات سعر أسفلهم، ثباتوا أسفل النقطات المحورية عند 32.790، أداء سلبي على الستوكاستيك وعلى الفلات ريند، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن شارت كسر ال 575 وراها ال 400 وآخر نقطة عند ال 145. مرة تانية كسر ال 575 وراها ال 400 وراها ال 145. السيناريو الآخر معاكس، حاب كسر ال 33 وراها ال 33 275 وراها ال 515. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد متداول الآمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.